السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياة طيبة، تلك الحياة التي لا ينبغي أن يعيشها بنو آدم، تلك الحياة التي حرم منها كثير من بني آدم حين انقطعوا عن وحي السماء. إذا انقطع الإنسان عن وحي السماء عاش في معيشة ضنكا. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما أعلم عملاً أقرب إلى الله وأحب إليه من بر الوالدة. سيدنا علي بن الحسين رضي الله عنهم وأرضاهم، هذه السلاسل الشريفة النظيفة، كان كثير البر بأمه، كثير بار بأمه، كثير، لكن ما كان يأكل معاها. فتعجب الناس، قال: يا أبا أنت كثير تخدم أمك، بس وقت الأكل أنت ما تقعد معاها تأكل. قال: أخاف أن تسبق يدي إلى لقمة قد سبقت عين أمي عليها فأكون قد عققتها.